ضروري جدا جدا تهتمون ببشرتكم بشكل مكثف. قاعد استخدم منتجين بنات يموتون شوي عليهم، مصنوعين في فرنسا. حلو، واحد اسمه وايتي وواحد اسمه هايدرا. واحد يفتح ويقضي على التصبغات مهما كانت، يعني شنو كانت التصبغات اللي بوجهك، مع الاستمرار راح تشوفين نتيجة. والهايدرا هو اللي يرطب البشرة، لأن الترطيب بعد التقشير جدا مهم. أوكي، حتى بدون تقشير. هذا الوايتي تستخدمونه كل يوم بالليل على بشرة نظيفة، مصنوع من العرقسوس المركز جدا. أوكي، شو يسوي؟ يفتح البشرة، يخليها وايد ناعمة، يسوي فيها نظارة. بنات، مع الاستمرار إذا استخدمتوا هذا الوايتي يقضي على التصبغات العنيدة. تعرفون شنو العنيدة؟ يعني خلال تقريبا أقل من أسبوعين راح تشوفون نتيجة. تحطونه على بشرة نظيفة، أوكي، على الرقبة لا تنسون، تسوون كذي حول الشفايف، حيل مهم بنات. أصلاً راح تشوفون نظارة، راح تشوفون ملمس بشرتكم صار مو عادي، راح تشوفون تفتيح خيال خيال. أهم شيء إنه تحطونه بالليل، أوكي؟ أول شيء تحطون الوايتي، بعدين تحطون الهايدرا، ضروري تحطونهم مع بعض، لازم.